طيب خلينا نروح للكابتن حازم الهواري، عضو مجلس اداره اتحاد الكره المصري ورئيس بعثه منتخب مصر. كابتن حازم ازاي حضرتك؟ يا كابتن كريم، ازيك؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الله يخليك، الحمد لله. يعني نقدر نقول النهارده يعني عايز اقول مبروك، الناس هنا في مصر زعلانين ومتشائمين، لكن انا شايف ان نتيجه التعادل نتيجه مرضيه النهارده وبتجدد املنا ان شاء الله، ولسه بدري، لسه عندنا ماتشين. بص يا كابتن كريم، يعني انا عايز اقول لك اولا فريق مالي فريق قوي جدا، يعني انا بس يعني عايزين بس الناس يعني يزعلوا، لكن قبل ما يزعلوا بس يبصوا كده في نظره هاديه شويه. فريق قوي جدا، اجسام قويه جدا، اجسام اقوى اجسام في البطوله كلها، اجسام مش طبيعيه، اطوال جامده جدا، قوه بدنيه عاليه، وبعدين كلهم بيلعبوا في فرق في اوروبا بلا استثناء. طيب برضه عندهم الناحيه التكتيكيه برضه عاليه، ما هياش ناحيه ضعيفه. فانت واجهت فريق كبير جدا النهارده، فريق قوي. لو انت كنت يعني برضه فتحت الملعب وكده، الفرقه قويه جدا عليك. بالظبط. فاحنا عايز اقول ما احناش، مش هقول ان احنا قدمنا احسن عرض، لكن النتيجه مرضيه بالنسبه لنا. كابتن حازم، يعني انا عايز اقول حاجه، بس انا عايز اقول حاجه، احنا بقى لنا فتره بنلعب بالطريقه دي، فاحنا نجحنا بالطريقه اللي احنا بنلعب بيها. يعني انا شايف ان احنا الطريقه دي بنلعب بيها في تصفيات كاس عالم، بنلعب بيها في تصفيات امم افريقيا، كسبنا بيها غانا، كسبنا بيها الكونغو. النهارده بس احنا ما قدرناش نحرز اهداف، لكن احنا كناحيه دفاعيه ناجحين 100%. ما بالظبط يا كابتن كريم، لسه هكمل لك اقول لك ان الطريقه دي كسبت بيها نيجيريا كمان، وكسبت بيها تونس. يعني انت في الطريقه دي انت ناجح جدا جدا في الطريقه دي. أيوة. ومش كويس جدا بالطريقه دي. النهارده الناحيه الهجوميه ما كملتش زي ما انت قلت، ورغم كده انا عايز اقول حاجه، هم طبعا يعني ضغطوا ولعبوا كوره عرضيه كتيره جدا، وكوره عرضيه في كلها خطيره. لولا ان انت عندك السردباكين بتوعك النهارده حالتهم ما شاء الله، السردباكين واللي برضه الاثنين اللي قدامهم كويسين. أيوة. اعتقد برضه كان يبقى فيه مشاكل. نمره اثنين، هم كل الكور دي ما ضيعوش انفراد كامل، تقول يا دي فرصه كوره ضاعت انفراد كامل. أيوة. احنا مضيعين الكوره بتاعت مروان محسن، كان ممكن تغير شكل الماتش. الكوره الاولانيه بتاعت النني اللي راح رجعها له على ال 18 برضه كان ممكن. يعني عايز اقول في ظل الكلام ده، انت برضه ضاعت في 2 3. اي نعم ما قومتش بالدور الهجومي كامل زي ما انت بتقول، لكن دفاعيا، ودي طريقه بنلعب بيها من اول يوم في التصفيات لغايه النهارده وناجحين بيها. وبرضه احنا ما خسرناش في الاخر، احنا ما خسرناش بالظبط. يعني عايز اقول وبعدين انا عايز اقول لك، انت فرقه اوغندا اللي جايه فرقه كويسه وكل حاجه، بس هي مش بالاجسام اللي لعبناها النهارده. صح. يعني صح. هم مش مالي. أيوة. اوغندا فرقه كويسه جدا، لكن ما همش مالي. يعني يلعبوا كوره، انت ممكن تلعب كوره مع الفرقه اللي بتلعب كوره. يعني الفرق القويه دي بتبقى ملخبطه شويه. فانت ان شاء الله عندنا امل في ماتش اوغندا شاء وان شاء الله ربنا هيكرمنا، وما تلاقوش لسه. طيب. لسه يعني الاماني ممكنه. عايز اطمن على حاجتين، اول حاجه اصابه الشناوي، هل هي تمزق ولا شد؟ شوف، انا الشناوي لسه معدي قدامي دلوقتي ماشي على رجليه، يعني عنده ده شد، اعتقد انه هيبقى شد. اعتقد انه ماشي على رجليه، يعني مش انت عارف التمزق، راجل لعيب كوره وعارف التمزق بتبقى متشال على ما تقدرش تحط رجلك على الارض، خصوصا في اول يوم. لكن هو ماشي قدامي اهو، حتى بياكل قدامي، شايف هو بيجيب اكله. يعني الدكتور قال ايه؟ الدكتور قال ايه يا كابتن حازم؟ قال لك ما اقدرش احكم دلوقتي، هو شد، ولكن مبدئيا بالنسبه له هو شد. لكن انت عارف احنا معانا هنا جهاز اشعه. أيوة. هيجي الدكتور دلوقتي، بس هو دلوقتي مع الناس اللي بياخدوا المنشطات في الملعب، لسه ما جاش. أيوة. فلما يجي هيقول لنا بالظبط، هيقول لنا بالظبط الدنيا ماشيه فين. كويس. طيب بس هسألك سؤال تاني. اتفضل. بالنسبه لحاله الحاله المعنويه للعيبه، يعني احساسهم ايه بعد التعادل؟ هل حاله عاديه، زعلانين، فرحانين؟ لا لا لا، مش ممكن حد يبقى فرحان وهو متعادل، خليك واقعي. برضه ايه، عشان مش لكن تحس حاله عاديه، يعني ما فيش الفرحه طبعا. ايوه. عايزين يكسبوا طبعا. طبعا. لكن في نفس الوقت ما فيش غضب، يعني بالظبط. يعني انا شايف يعني طبيعي نتعادل مع مالي، يعني مالي فرقه جامده جدا على فكره. ده انا النهارده كنت خايف احسن في واحده من العرضيات دي تيجي ولا حاجه لا قدر الله، لكن الحمد لله انا شايف نتيجه كويسه. يعني عارف يا كريم، مهندس ثانيه ويدك بتقول التعليق الطاطاوي قال لك كل كره عرضيه ضربه جزاء. هم عشان اطوال دي، وهم طريقه لعبهم بتعتمد على الاطراف. يعني بالظبط، وقوي جدا جدا. وبعدين وعين، باخد بالك قافلين الملعب كويس وتكتيكيا كويسين، ما هوش فرقه مش ضعيفه خالص. بس خلي بالك، هزيمه اوغندا وفوز غانا النهارده يعني يخلوا منتخب مصر لا بديل غير الفوز على اوغندا الماتش القادم. على اوغندا طبعا، اي نتيجه غير الفوز لا قدر الله هتدخلنا في حسابات صعبه جدا. طبعا
هتبقى صعبه جدا. ان شاء الله ان شاء الله هنكسب، انا متفائل ان هنكسب. يعني احنا فرقه كويسه وانت عارف، وبعدين انت مش مطلوب منك انك تلعب جميع المواد بمستوى واحد، يعني انت برضه يعني بتحصل، ودي بدايه مجموعه ومع فرقه قويه جدا. أي. يعني انا شايف يعني النتيجه زي ما قلت لك مرضيه، يعني ما كانتش نتيجه جيده بس النتيجه مرضيه. طيب ان شاء الله الماتش الجاي هنكسب ان شاء الله. بالنسبه لشريف اكرامي اعتقد انه هيخش مخ التمرين عادي، لان شريف امبارح عمل اختبارات طبيه قويه جدا وكان سليم الحمد لله امبارح. الدكتور يعني عمل اختبارات كتير جدا والاطالات والشد وكده وكله كان كويس جدا الحمد لله ما حدش بالوجع، واعتقد انه بكره يخش التمرين عادي بكره ان شاء الله. والحضري كان هايل النهارده، يعني الفتره اللي لعبها بعد ما نزل مكان الشناوي كان هايل في كل الاختبارات اللي جات له. يعني انت برضه الخبره عليه عامل، يعني بص يا جماعه ما فيش يعني ما فيش هناك حد يختلف على كفاءه الحضري وخبرته، لكن يمكن هو طبعا كابتن احمد نجم والجهاز الفني قال لك انه برضه الثلاثه كانوا كويسين جدا في التمرين، لما جه شريف حس شويه وقال لك يا فاضل اثنين. كان المفضله بين الحضري والشناوي، قالوا الشناوي كويس جدا وماشي كويس جدا فنديله برضه زي ما زي الحضري بالظبط. لكن الحضري ماشي مكتوبه له زي ما بيقول. هتقعدوا مع اللعيبه يا كابتن حازم انتوا ك يعني اعضاء مجلس اداره مهندس هاني ابو يدير رئيس الاتحاد، ولا هتخلوا الموضوع عادي عشان ما تشدوش اللعيبه زياده عن اللزوم؟ بص بص النهارده اكيد لا، النهارده انت عارف لا مش بتكلم عن النهارده، بتكلم عامة يعني قبل المباراة القادمة. وبص بص انت عارف طريقتنا، وانت انت شفت يا بنفس الكريم كابتن حسن انا كنت بقعد مع رئيس بعثة 100 مرة، وانا كنت بقعد مع لعيبة ولا حد بنتكلم، انت عارف لما بتقعد مع لعيبة ثنائيات وثلاثة والحاجات دي أحسن 100 مرة ما تقعد تعمل اجتماع وتحسسه من الدنيا يعني كهرباء. لا لا خالص، أنا شايف إن الامور دي مش طبيعي، اللعيبه ما كانوش يعني سيئين، كانوا معقولين والنتيجه مرضيه، وان شاء الله النتيجه هنكسبه ان شاء الله ونبحث ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بشكرك كابتن حازم وسلامي لكل افراد البعثه، اللعيبه والجهاز الفني والبعثه الاعلاميه وايضا اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره. يعني زي ما بيقول كابتن حازم الهواري النتيجه مرضيه في اطار المباراه او في ضوء المباراه.